اكسنت ال 2010 اللي ركبنا فيها الشاشة ال 10 بوصة، هنركب معاها المخدعين دول كماشي. شاشة 8 بوصة مش 7 بوصة، 8 بوصة يعني. نطلع العلبة كده ونشوف. بصوا يا جماعة، المخدع اهو، وادي المخدع التاني. وهذا المخدع التاني هنركبهم هنا في الكراسي وهنرجع معاكم تاني. كبات العلبة، كابل وريموت، وكابل وريموت تاني، المخدع التاني اهو، يبقى كابلين وريموتين، والضمان. والضمان مخدع انا كماشي 8 بوصة مش 7 بوصة، كل المخادع في السوق 7 بوصة، ده 8. المخدع التانية بقى 10 بوصة، دي قصة تانية، دي هيجي لها دورها ونحكي عنها. هنركب ونرجع تاني. نشتغل تاني. المخدع عندك ماشي 8 بوصة مش 7. نظبط كده. كده المخدع عليك. هنركب ونوصل ونرجع تاني. ده بعد التركيب. وهذا المخدع التاني. تمام.